بس لما سلمان قال إنه طالع على دبي تذكرت الماضي كله وخفت. رجعت حسيت بنفس الخوف اللي كنت حسه بطفولتي. ما بدي القصة تتكرر معي. وإذا سلمان ما سافر ولقى شغل هون، ساعتها رح ترفضي شي أو تعترضي على شي تاني ما يعجبك؟ لا بابا، وقتها أكيد ما رح أعترض عليه وأكيد رح أقبل إني أتزوجه. اتصلي بزبيدة بابا، اتصلي بزبيدة يلا بسرعة. الحب بيخلي الواحد يضحي بكل شي مشان حبيب. وما كنت اعتبرت انه ولادي إلهم وجود اصلا، وهلا كل حياتك ملكي انا. روحي!